لا برضو هم اقصد انهم الان شعروا في اعتقادي بخطورة ما صنعوه، صحيح. لان الموقف بتاع ان انا ادفع 10,000 دولار واقول ما خدتش، ده انا حالف على المصري مش حالف على الامريكي كمثال، دي تخلي اي حد في الدنيا حتى عفوا الساعي او الصراف او الساعي بتاعه او الصراف او كذا لما يشوف ده يعني يمتعض. وانا امبارح بسمعها، وقفت الكمبيوتر وقعدت اتصور في شكل الموضوع، يعني كم احد يعرف هذه الحقيقة، وكم احد يعني امتعض وحزن وغضب وتألم وصدم. فوقفت مذهول والله انا وبناتي. صدمة الناس نعم جت على الدكتور محمود اللي كشف هذه الحقيقة، انت لا مع ان رائع الخطأ هو انا الخطأ. انت تيجي على الشيخ اللي قال، لا انا في يوم من الايام بقول لك داخل في القناة، فلقيت اخ بيقول لي نعم انا والله الشيخ قال كذا وكذا وكذا، وانا اللي اعطيني الفلوس بايدي. نعم فكان موقف محزن. فقلت هو من ناحية التأويل هو الراجل صادق من ناحية ايه اليمين اليمين، نعم لكن هي القضية ليس بعيب ان الشيخ ياخد فلوس. نعم ما هو انت تقول لي اخليكوا يا استاذ انيس الله تفضل يكرمك، انا دلوقتي راجل داعي، نعم كل ما امتلكه في الحياه دعوتي صحيح واسباب رزقي بسيطه لي او لابدائي. صحيح صح لكن لما الامور توصل لي مثلا ان الشيخ نفسه نعم راكب عربيه ثمنها 1.5 مليون صحيح مثلا على سبيل مثلا المثال، نعم او ان الشيخ ساكن في قصر او في فيلا لا تم ده مش تجاوز عربية ملايين واحدة مثلا يعني، مثلا فواحد الناس هتتساءل على طول صحيح الكلام ده من ايه؟ هل هو صحيح من مكسبهم؟ ولا انت ولا ما انت مؤتمن على تبرعات ولا على وحدث فيها تبرعات غير مثلا كده يعني. هيثار حولي، يعني انا انيس الدغين او انت حضرتك الدكتور محمود لو انت قائم على عمل في الدعوة وتؤتى اليك تبرعات او كذا، احنا عايزين نشيل الغمة عن الناس، مش عايزين الناس تنظر الى الدعاة والدعوة بشكل سيء، هذا هو صدقت بيت القصيد. ولذلك لما انا واحد بيقول لي وحضرتك قلت احنا بنصلح انفسنا يا اخوانا، اما دي هل بقى من الداخل واحد بيقول لي افضل. هل يليق بالشيخ؟ طبعا مساله ان كده شيء من المباحات. نعم انت تعرف الشيخ ابن عثيمين طبعا، او شيخي الشيخ ابن عثيمين شيخنا نعم شيخي يعني، في عنيزة 5 سنوات الملك اه الملك اظن الملك فهد فهد اداله عماره كامله دي اللي كنا كامله بنتعلم فيها في فعندنا عنيزة جنب قصر مسجده فقر على طول العين، واصر ان يبقى اه في بيته المتواضع. انت خد بالك ازاي؟ مم. دي سلوك اي شيخ هيعمل كده. نعم اي شيخ واحد موصوف بالصدق في الدعوه الى لا ما يرجو له. فاحنا نقول دلوقتي طب هم لو توسعوا في هذا الجانب، لكن اختلطت فيه امور كثيره جدا جدا. صحيح يعني امور كثيره يعني الواحد لما يذكرها او ان الواحد يتذكرها يحزن. يحزن نعم ويا ريت في المقابل كان الامر بيعالج بيعالج بشكل، لا بالنسبه للطرح يستفيد منه المشايخ كلهم. صحيح يعني دلوقتي اقول لك على حاجه، انا اقترحت على قناه الناس كم مره، هم قالوا في يوم من الايام تعالوا احنا عايزين نتعاقد مع الدكتور محمود في قناه الناس. فانا صراحه في المبدا ده انا اكتر من سنه ونص كنت بروح بسيارتي وعلى حسابي، مفيش اي تقدير خالص. حصل فقلت لهم والله يا جماعه انا جاي لله عز وجل. في نعم حين في الوقت ده كان الشيخ فلان او فلان ما كلهم بيدعي بياخدوا ملايين لا بياخدوا مبالغ كبيره، صحيح يعني واحد من المشايخ بياخد 50,000 في الشهر، يعقوب واحد الشيخ يعقوب، وواحد بياخد 30,000، وفي نعم واحد تاني بياخد 20,000، نعم وواحد بياخد 10,000، كلهم كده. فانا قلت لهم يا اخوانا دلوقتي المبالغ المبالغ فيها ديت لما اجي اقيس القضيه، لو كان من ناحيه الشهره الاعلاميه فلقاء العقيده مثلا جايب اعلى من غيره. صحيح انا معايا دلوقتي الورقه اللي فيها اي قلت لي اه ب 40 مليون او لا 63 مليون 63 مليون 64 مليون تلفزيون 64 تقريبا، اه حصل قلت سمعته 63 مليون و6 من 10 مشاهد. صحيح طيب 63 اشاره بس موجوده، يبقى من ناحيه الانتشار يبقى المفروض ان لو كان احنا الناس يعني اه بالماده يبقى طيب احنا هناخد فلوس اكتر. صحيح وان كان صحيح من ناحيه القيمه العلميه فانت لو قعدت الحمد لله سنين قدام اللي بياخد 50,000 علشان تاخد منه قيمه علميه هتاخد قيمه اخلاقيه، انما قيمه علميه صعبه دي. حتى القيمه العلميه طلع فيها دخل في مساله النظر لقضيه مدارج السالكين والاخطاء العلميه اللي حصلت في منازل السائرين، وانا عقبت عليها نعم وطلع ان كلامي فيها مظبوط.